وهنا أنوه مسألة مهمة جدا. ترى بعض الناس من الإخوة الفضلاء والعباد بعد كل صلاة يقوم يسجد إيش؟ سجدة طويلة. رأيتم هذا؟ تسأل ويقول لك دي سجدة شكر. نقول فعلك بدعة، وهذا قال به أهل العلم إجماعا في المتأخرين، فعلك بدعة، لأن سجود الشكر إنما يكون على نعمة حادثة نزلت بك وأنت بتصلي 5 أوقات في اليوم، فهذا من البدع، انتبهوا أيها الكرام الفضلاء. فسجدة الشكر تكون في شيء نزل بك، نعمة حدثت لك، كنت في مصيبة عفاك الله فنجاك الله عز وجل منها، كمن كان في حادث وانقضى ونجى من هذا الحادث بعد موت المحقق فقام وإيش وسجد، أو بموت أحد من أعداء الإسلام، كما أن عليا سجد لما مات المخدج في النهروان من رؤوس الخوارج، إلى غير ذلك في مثل هذه الأمور. نعم، أما أن تكون بعد كل فرض وتقعد سجدة طويلة وتقول هذا للشكر، هذا من البدع.